نروح لموضوع تاني، مش هنطلع فاصل يا علي، هناخد الموضوع التاني عشان نشوف الامن والامان. لان كل ما تيجي تكلم واحد يقول لك ايه ده، اوعى تتكلم عن الجيش، خلي امك تنزل تحمي الحدود، ولا الجيش ده على وقعد يعمل لك بقى ايه دور عادل ادهم في الافلام الساقطه بتاعت الستينات دي. طيب تعال نشوف مثال لحامي الحمى. والمثال ده انا مش بقول ان كل الجيش كده، انا واحد مؤمن ان في القصر الجمهوري في ناس كويسه. شوف بقى انا صبري لحد فين، وان في الجيش في ناس كويسه، وناس بتعرضني في ده وبتقول لي لا او لا. كل حته في البلد دي فيها ناس شرفة وطنيين، وهيجي يوم من الايام تعرفوه. بس خلينا نقول على قصه كئيبه، قصه سفاله بتنتشر في البلد منذ الانقلاب العسكري حتى الان. النقيب اللي دهس اسره كامله بعربيته في فيلات مدينتي. هات لنا يا معاذ لو سمحت القصه عشان نحكيها للناس من واقع المكتوب، انا مش هقول حاجه من عندي. احمد فوزي على حسابه على تويتر قال: نقيب في القوات المسلحه شاف طفل بيلعب خربش عربيته، راح سياده النقيب راكب العربيه ودايس الطفل وامه واخواته وابوهم في دولة اللا دولة. الأطفال طلعت تجري في ممر، الباشا حامي الحمى دخل وراهم الممر ودسهم بعربيته، الأب والأم توفوا والأطفال عضمهم اتكسر ودخلوا العمليات. كلام ده احنا جايبينه من أحمد فوزي؟ لا، ده أحمد جايب حسابات تانية من ناس شافت الجريمة، هقراهم لحضراتكم مستحملوني معلش. زي يعني مثلا عماد هنري بيقول: للأسف الشديد جريمة بشعة في فيلات مدينتي. نقيب بالجيش طبيب إثر مشدة مع جيرانه طبيب وزوجته صيدلانية، قام بركوب سيارته ودهس الأم اللي توفت والأولاد إصابات شديدة. وضيف طبيب أيضا إصابات شديدة. النيابة العسكرية حضرت وبتحقق في الحادث، وأشعر أنه لن يفلت منها مؤبد إن لم يكن إعدام للتعمد في دهس الأم مرتين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حساب تاني: للأسف حصل، أهو حصل، والمصيبة أنه دخل بعربيته في ممر بين الفلل اللي من الصعب الدخول فيه علشان يدوس عليهم في الممر ده، وطبعا كسر الدنيا لدرجة أن عربيته اتكسرت من شدة السرعة علشان يدوس على الناس في الممر. شهادة تانية: فيلات 19، نقيب طبيب خرج من فيلته مستاء من لعب طفل صغير بالسكوتر امام فيلته، وعندما سقط الصغير امام عربيه الباشا المرسيدس اعتقد ان العربيه حصل فيها خدش، فالكلب المجرم عمل ايه؟ راح يطمن على العربيه وزعق، وتطاول الامر ركب عربيته كانها مكنسه كهربائيه بيشفط بيها الناس من قدامه، الام ماتت وباقي الاسره مصابين، ان لله وانا اليه راجعون. تخيل انت ابنك بيلعب بسكوتر ولا بيلعب باي حاجه وخدش، مش هقول لك لا، خدش العربيه بتاعت الباشا، فايه ايه ايه الثمن؟ ان الباشا يركب عربيته ويدوس علينا زي الكلاب بلا ثمن، ولا لينا ثمن ولا لينا قيمه. ليه؟ عشان الباشا لابس بياده وحاطط على كتفه سبلايت، فطالما النجوم موجوده على الكتف ده عيل لسه نقيب 24 26 28 سنه بالكتير، بس هو شايف انه باشا، شايف انه كبير. وانتوا ايه يعني؟ بدوس عليك ويموت الدكتور وتموت مراته الصيدلانيه وموت عيال صغيره، ما انتوا كتير. كلمني عن 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 يعني الساديه، كلمني عن اللا مبدا، عن اللا قيم، عن اللا اخلاق، عن اللا انسانيه، كلمني عن دوله الظلم. ليه؟ عشان الباشا زمان قال لهم ايه؟ الضابط احمد لما يعمل غلط يتحاسب؟ لا ما يتحاسبش. فالضابط احمد سقى فيها وبعايز يركب عربيته ويدوس بيها على خلق ربنا عشان يموته. ده الامن والامان لحضرتك بعد 10 سنين. بتكلم عن ناس في طبقه كويسه، طبيب وصيدلانيه وعايشين في مدينتي. مش بقلل من الناس اللي عايشه في امبابه ولا لا لا لا، بس ما بالك الناس دي بيحصل فيها ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. دي قيمتنا يا جماعه للاسف. مش أول مرة، فاكرين الضرب بالكرباج
قلت لنا يا علي كده انت ومعاذ الله يخليكم ديسمبر 22 بالكرباج ضابط مصري يعتدي على ممرضات ويتسبب في اجهاض بعضهن وكسر عظام اخريات، وامه عشان هي ام البطل ام الشهيد ام الجامد جدا ام باشا مصر ضربت الناس في وهم موظفين حكومه هم موظفين دوله ضربتهم بالكرباج. ويجي واحد تاني يتنطع يقول لك اصل عصر الملك، والله اصل الملك كانوا ملك ايه انتوا خليتوا فيها ملوك؟ ده انتوا ايه الجبروت ده؟ ايه الجبروت اللي انتوا فيه ده؟ لا طلعنا فاصل عليه، طلعنا فاصل.